بمناسبة عيد ميلاد النجمة إليسا اللي احتفلت بين يومين اللي فاتوا، نشر السوبر ستار راغب علامة على صفحته الشخصية بموقع الانستجرام صورة بتجمعه مع إليسا وبارك لها بعيد ميلادها واتمنى لها النجاح في ألبومها اللي جاي. مش بس راغب اللي هنى إليسا بعيد ميلادها، لكن كمان نانسي عجرم وسرين عبد النور وكمان شركة المجوهرات اللي إليسا هي الوجه الإعلاني ليها. أهدت إليسا في عيد ميلادها هدية مميزة جدا وهي طقم من المجوهرات، وطبعا إليسا نشرت صورة الهدية المميزة دي على صفحتها على السوشيال ميديا. ورغم المعايدات والمجوهرات في عيد ميلاد إليسا، إلا إن أغلى هدية عندها زي ما هي قالت الصورة اللي نشرها صديقها المقرب النجم وائل كفوري على السوشيال ميديا، وكانت عبارة عن تورتة كتب عليها كل عام وأنت بخير يا إليسا. وعلق كفوري على الصورة وقال: هلأ ولعنا الفتيل والصورة أكبر دليل، وبصوتي راح أغني لك سنة حلوة يا جميل. وردت إليسا على كفوري وقالت: وائل أنت حبيبي وصوتك هو أجمل معايدة ليا واستبقى دائما في قلبي.